رسول، قبل ما نكمل الأسئلة، تعتبر اليوم الشهرة هي صدفة أو تحقيق طموح؟ طموحك الشهرة، لو اليوم إنسان ينام يقعد يلقى نفسه مشهور؟ لا والله صدفة. صدفة؟ إيه؟ يعني أنت تعتبر شهرتك بالصدفة؟ صدفة. ليه مثلا مو مثلا متحضر أو تصنعت أو شيء على فطرتي. أنا تنمروا عليك؟ هواي. إي هواي. ومن ضمنهم حتى مشجعين معروفين. تنمروا عليك؟ إي شيء يعني. سد هالذارة كأنك ما تسمع. برأيك اليوم منو أفضل مشجع رياضي؟ إذا أردنا نطيق مرتبة الأولى. بكل صراحة وأنت أيدك تكون صراحة. طبعاً اليوم هي مو أفضلية. هي أفضلية ماكو. ماكو أفضلية؟ ماكو أفضل. ماكو أفضل منك؟ لا مو قصة ماكو أفضل من يمي. لا وأنت تقول ماكو أفضلية. لا ماكو أحد أحسن من الثاني. هذا مدرج. هذا مدرج يعني يطلع لك واحد مو يم الشغلة ويصير هو نمبر. زين من الافضل يعني تحياتنا لنا نقول مهدي ابو علي رئيس الرابطه فيه. تحياتنا اليه افضل مشجع يعني هو اللي رئيس الرابطه وانت منتمي لهاي الرابطه لا السبب ما يعني تقول يراد لك تحقيق رياضي بهذا الموضوع لا مو قصة تحقيق لا لا والله يعني شلون مثلا انتخابات وترشيح وترتيب يلا تدخل بالرابط المهم في الوضعية يعني حفنا فقرة نرجع